السلام عليكم واهلا بكم. بنكمل مع بعض سلسله حل امتحانات منهج الصف الخامس الابتدائي كونكت 5 المنهج الجديد. الامتحان طبعا كبير، في كلمات كتير، في قطع، في جرامر. فافضل وسيله لمراجعه الكلمات والقطع والقواعد ان انا احل امتحانات كتير. والنهارده بنكمل اكزام 5 الامتحان الخامس من سلسله حل امتحانات كتاب الاضواء، ونبدا مع بعض السؤال الاول. listen and complete، استمع واكمل. هنا في نص استماع ما بين داليا ويارا، فانا بسمع وبكمل الكلمات اللي ناقصه. هنا داليا بتقول مثلا what's the matter، يعني ما الموضوع او ايه المشكله. what's the matter، I am feeling worried، انا قلقانه. I can't do my homework، مش قادر اعمل واجبي. what's the problem، طب ايه المشكله. what's the problem، ما المشكلة. I have to explain the greenhouse effect، عايزة أو أنا مضطرة أشرح تأثير الصوبة الزجاجية. And it's quite difficult، وهي إلى حد ما صعبة، وهي إلى حد ما صعبة. difficult صعبة، ده بالنسبة للسؤال الأول. بسمع وأكمل السؤال التالي. السؤال التاني توصيل، read and the match، اقرأ وصل. هني بقول لي number one she's a vet، هي طبيبة بيطرية، هي طبيبة بيطرية. يبقى أكيد she loves to work with animals، بتحب تشتغل مع الحيوانات. I went to the library، أنا ذهبت المكتبة. ليه يا ترى ذهبت إلى المكتبة؟ to read some books، لكي أقرأ بعض الكتب. water يعني الماء، is the most important، هو الأهم، of all natural resources، في المصادر الطبيعية كلها أكيد هو الأهم. ليه؟ because، لأن all living things، كل الأشياء الحية، needed to stay alive، بتحتاجه لكي تظل على قيد الحياة، بتحتاجه عشان تفضل على قيد الحياة. he is a shoemaker، هو صانع أحذية. shoemaker يبقى he makes beautiful shoes، بيصنع أحذية جميلة. everything in the natural world is connected، كل شيء في العالم الطبيعي هو مرتبط. this connection، هذا الارتباط، is called an ecosystem، يسمى النظام البيئي اللي ربنا طبعا خلقه ولازم نحافظ عليه. ده بالنسبة للسؤال التاني. طب بالنسبة للسؤال التالت، قطع ناقصة مجموعة من الكلمات. هنا resources مصادر، healthy صحي، build يبني، amazing مدهش، food طعام. بيقولي our world، عالمنا، is amazing، أكيد مدهش. It gives us many things، بيعطينا الكثير من الأشياء. So we can have food، عندنا الطعام. Clothes والملابس. And not our houses and built. Okay، وبنبني كمان منازلنا. These are called natural resources، كل ده يسمى يسمى الموارد البيئية. We can use these، نستطيع أن نستخدم هذه. To stay alive، لكي نبقى على قيد الحياة. ممكن نستخدم كل هذا الموارد أو كل هذه الموارد عشان نبقى على قيد الحياة. And keep healthy، ونبقى بصحة جيدة. السؤال اللي بعده، read the passage، اقرأ القطعة. And then answer the questions، وأجب عن الأسئلة. هنقرأ مع بعض القطعة ونترجمها ونحل الأسئلة. I love Egypt، أنا بحب مصر. Egypt is a very beautiful country، مصر دولة جميلة جدا. The Nile، النيل، is so important، مهم جدا. For everyone، لكل واحد. In Egypt، في مصر. It brings the water، بيحضر الماء. From the south، من الجنوب. The Nile runs through the country، نهر النيل بيجري في داخل الدولة. Until it reaches، لغاية ما يصل. The Mediterranean Sea، لغاية ما يوصل للبحر المتوسط. In the north، في الشمال. يبقى هو المية بتيجي من الجنوب إلى الشمال. كايرو is the capital of Egypt، القاهرة عاصمة مصر. It is a modern city، هي مدينة حديثة. In lower Egypt، في مصر في مصر السفلى، أو الوجه البحري، الوجه البحري اللي هي الدلتا أو شمال مصر. ليبيا lies to the west of Egypt، ليبيا تقع غرب مصر. And Sudan lies to the south، والسودان تقع في الجنوب.
زالت سي يعني البحر الأحمر lies on Egypt's east coast. البحر الأحمر بيقع على ساحل مصر الشرقي، على ساحل مصر الشرقي. أسئلة القطع، في true false صح وغلط وفي answer أجب. بيقول لي the Nile isn't important for Egypt. النيل ليس مهم لمصر، طبعا false. The Mediterranean Sea is in the south، يعني البحر المتوسط بيكون في الجنوب، لا طبعا ده في الشمال في north. ليبيا lies، دولة ليبيا تقع to the west of Egypt، غرب مصر، طبعا true. What is the capital of Egypt؟ ايه عاصمة مصر؟ كايرو، قاهرة. كايرو is the capital of Egypt. What lies، ما الذي يقع on Egypt's east coast، على ساحل مصر الشرقي؟ يبقى زارت سي، البحر ايه؟ الأحمر. زارت سي. بالنسبة للسؤال الخامس، read and rearrange، يعني اقرأ ورتب، to make correct sentences، عشان تعمل جمل صحيحة. I، أنا، يبقى I loved، فاعل ثم الفعل. I loved playing computer games. We، نحن، يبقى we never go to the park in the rain، ما بنروحش ابدا الحديقة اثناء المطر. He's bad at، هو سيء في speaking French، في تحدث ايه؟ اللغة الفرنسية. We use، بنستخدم gold، الذهب، to make beautiful jewelry. We use gold to make beautiful jewelry. Beautiful jewelry. She watered. هي روت. The plants. النباتات. every day، كل يوم. هي روت النباتات كل يوم. السؤال الثالث، look and write، يعني انظر واكتب، a paragraph، فقرة إنشائية، of 30 to 40 words، من 30 ل 40 كلمة. the weather in the desert، الطقس في الصحراء. طبعا لما اكتب paragraph لازم اكتب العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، كتب هنا بين علامات تنصيص. هنا جيب لي مجموعة كلمات ممكن استخدمها عشان تساعدني، بيتكلم عن الطقس في الصحراء. ممكن اقول ايه؟ هنا كتبنا العنوان في نص السطر اهو، the weather in the desert. هقول it was hot and dry، يعني الجو حار وجاف، in the desert، في ايه؟ في الصحراء. in the morning، في أوقات الصباح، أو in the mornings، في أوقات الصباح. it is cold in the evenings، يعني هو بارد في أوقات المساء. there is no rain، مفيش مطر. in the desert، أو ممكن أقول في مطر بس قليل، فين؟ في الصحراء. it is، يعني إنه يكون. it is difficult، من الصعب. to live، أن تعيش، فين يا ترى؟ in the desert، في الصحراء. وهكذا بتكلم عن المناخ، الجو جاف مثلا أو حار في الصباح، أوقات الصباح، بارد في أوقات المساء، المطر قليل أو مفيش مطر، صعب نعيش فين؟ في الصحراء أكيد عشان الجو صعب. السؤال السابع، what sports do we have in Egypt؟ ده بنك تويت، إعادة ترقيم الجمل. what لازم ال W capital. what sports، ما الألعاب، do we have، اللي عندنا، in Egypt، هنا دولة مصر، الـ E capital. في نهاية السؤال علامة استفهام،
عرفنا ازاي ان هو سؤال عشان بادئ بوات، بادئ بالاستفهام. I would like an apple please. ال I capital في اي مكان في الجملة. I would like، انا بحب، an apple تفاح. لو سمحت احط كومة قبل please في الاخر فول ستوب عشان بدأ بآي. انا بطلب بس طلب في صورة جملة خبرية، انا عايز تفاحة لو سمحت. يبقى البانكت ويت الحرف الاول كابيتال، في نهاية السؤال علامة استفهام، في نهاية الجملة نقطة، لو في قبل بليس كوما، لو في اسم دولة من الدول او اسم مدينة او اسم عاصمة لازم يبقى الحرف بتاعها ايه الاول كابيتال. وبكده يبقى حلنا الامتحان الخامس من سلسلة حل امتحانات منهج الصف الخامس الابتدائي، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير، وهسيب لكم قائمة تشغيل اسفل الفيديو فيها شرح منهج الصف الخامس بالتفصيل من كتاب المعاصر وحل التدريبات، فيها سلسلة حل الامتحانات، فيها مراجعة اكتوبر ونوفمبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.